Uh, I saw last night. I don't usually repeat my dream, but I saw uh, Sheikh Muhammad Al-Aqubi last night in my dream, and uh, and he led us all in prayer. So, uh, you know, for people that know him, he's he's a sheikh from from Syria. He has he's a, he's a great scholar, and uh, Sheikh Abdullah, my teacher, really loves him, and he's been through a lot of tribulation as a a person and the al-bayt al have immense tribulation this is well known uh, al-bayt al nobody gets tribulation like the al-bayt al but he um, you, usually when he comes he does the musalsal bilawliya so i wanted to do it just to a acknowledging him uh, and i took the Musalsal from several different teachers but i'm going to recite the one that he does uh, and he has many also, but this is the one that he does, and he's a very good muhaddith. Musalsalat are hadiths that have an ch unbroken chain, and something in the hadith is repeated in every generation. In this case, it's called bin awaliyah, which means it's the first hadith that the musnad uh, will give to his students. So it's the first hadith where they recite a chain to the students, and this is called the musalsal bin musall musalsal bin mushabaka, musalsal Ta'mim, -ta musall musalsal bi subha many different the the soundest one is the musalsal bi qira'at al-saf, surah suf so this one is the musalsal bil awliya so i'm going to recite uh, the chain and there's a great blessing in hearing the names of these people in the chain uh, and then this is musalsal haqiqatan they is because I, I haven't recited to anybody here a chain so this is a musalsal um, haqiqatan bil awliya أنا حدثني أبو الهدى محمد اليعقوبي الحسني الإدريسي الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به شيخنا العلامة محمد المكي بن محمد بن جعفر الكتاني الحسني الإدريسي الفاسي ثم الدمشقي مفتي المالكية ببلاد الشام وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي الحسيني مفتي الشافعية بالمدينة المنورة وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا والدي إسماعيل ابن زين العابدين البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محدث المدينة المنورة يا الشيخ صالح بن محمد العماري الفلاني المالكي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الشمس الدين محمد بن محمد بن عبد الله المغربي المدني وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا مسند الحجاز الإمام عبد الله بن سالم البصري المكي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا الحافظ الشمس الدين محمد بن علاء الدين صالح البابري المصري وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا شهاب الدين أحمد بن محمد الشبري الحنفي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا جمال الدين يوسف ابن الشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا برهان الدين إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي المقدسي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي الحنبلي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا مسنل مصر أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن سيقل الحراني الحنبلي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا الحافظ الشهير أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي الحنبري وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو سعد إسماعيل ابن الحافظ أحمد ابن عبد الملك النسابوري الواعظ وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا الحافظ المسند أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي النسابوري الشهير بن مؤذن وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا مسند نسابور أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز المتوفى سنة ثلاث ثلاثمائة وثلاثين وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا الشيخ الفقهاء بمكة أبو محمد عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم العبدي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثني أمير المؤمنين سفيان ابن عيينة المتوفى سنة مئة وثمانية وتسعين وهو أول حديث سمعت منه قال عن التابعي الجليل أبي محمد عامر ابن دينار عن التابعي الجليل أبي قابوس المتوفى بعد المئة مولى سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص عن الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وفي روايه ارحموا من في الارض يرحمكم بالشرط يرحمكم من في السماء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله So, inshallah, hadith uh, musalsal bil The first hadith that the, uh, traditionally the muhadithun gave to the students was the musalsal. So, this is from Sheikh Muhammad Ali yaqubi. Uh, and uh, may Allah subhanahu wa taala always remind us that the first hadith that we should learn from the Prophet is, "Those who show mercy, al-Rahimun, yarhamuhum ar rahman the merciful will show them mercy, have mercy on everyone in the earth. fit ar shi'at al Umun. Everyone in the earth and the one in the heaven will have mercy on you. الله